فوائد ومعلومات. الفول. تلك الوجبة الصباحية الأساسية في الكثير من المجتمعات العربية، والتي نراها بكثرة في جمهورية مصر العربية وبلاد الشام، ويدخل في صناعة الفلافل المصري والبصارة أيضاً. ولكن وبرغم ذلك، يعتبر الفول من الوجبات المظلومة جداً والتي تثار العديد من الإشاعات حولها. ولكن لما لا نترك كل هذا جانباً ونستمع جميعاً إلى الفول وفوائده؟ عزيزي المشاهد، هل أنت من محبي الفول لدرجة أنك لا تستغني عن طبق منه على مائدة إفطارك؟ أو إن كنت غير مرحب به، فرجاء الاستماع إلى التقرير التالي حتى تتعرف على بعض الحقائق عنه. يعتبر الفول وجبة مناسبة لإخفاض الوزن الزائد، كما يعتبر من البقوليات الغنية جداً بالبروتين، حيث يطلق عليه اسم لحم الفقراء، وذلك لما يحتويه من بروتين ولأن سعره مناسب للفقراء، ويعتبر مصدراً للمعادن وخاصة النحاس والفسفور والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وإضافة إلى احتوائه على حامض الفوليك والمنغنيز، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات كفيتامين B وفيتامين A وفيتامين K، ويحتوي على نسب عالية من البروتينات والألياف الغذائية، كما يشتمل الفول على هرمون النمو والذي يطلق عليه هرمون النمو البشري، وهو يساعد على تنشيط العضلات وإنعاشها بعد القيام بالتمرينات أو أي إجهاد. كما لا يحتوي الفول على أي دهون مشبعة، فهو مناسب جدا لمن يتبعون حمية غذائية. يساعد الفول على مكافحة التوتر الذي قد يصيب الإنسان نتيجة للقيام بالأعمال الشاقة، وذلك لغناه بالسعرات الحرارية، ويحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم، فهو مفيد جدا للقلب وللأوعية الدموية، ويكافح أمراض السرطان وخاصة التي تصيب الفم، ويعود ذلك إلى اشتماله على العديد من المركبات الكيماوية، ويساعد على الحفاظ على معدل السكر في الدم، كما يساهم في خفض ضغط الدم لدى السيدات خاصة في مرحلة سن الياس، ويمنع وصول المواد الضارة إلى المخ والتي تؤثر في إفراز مادة السيروتونين التي تؤدي إلى الشعور بالسعادة. أيضاً يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على قوة العظام، ويقوي جهاز المناعة، ويقي الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة، وتساعد قشور الفول على علاج الإمساك، ويساعد على إزالة أصباغ الجسم الزائدة خاصة الكلف والنمش، كما تستعمل أزهار الفول في زيادة إدرار البول. يعتقد البعض أن تناول الفول يؤثر بشكل سلبي في حالة الإنسان العقلية بإصابته بنوع من الخمول، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن المخ يرسل أعداد كبيرة من المواد الكيميائية الحيوية للجسم بعد تناول الفول، وذلك ما يسمى بالوصلات العصبية التي تساعد على الشعور بالسعادة والنشاط بسبب حصول الجسم على التغذية المتكاملة التي تزوده بكل حاجاته، وينعكس ذلك تلقائياً على مزاجه الذي يتحسن. يسبب الإفراط في تناول الفول العديد من الأضرار، فهو من البقوليات التي تشتمل على نسبة عالية من البروتين، والإفراط في تناوله يؤدي إلى الإصابة بمرض النقرس والمعروف بداء الملوك، لذا ينصح بالاعتدال في تناول الفول. وفي النهاية، دعونا نقول لحضراتكم الجملة الشهيرة: إن خلص الفول أنا مش مسؤول. اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات.